على مدار الساعات اللي فاتت انتشر فيديو باتمان في اكتوبر. الموضوع نفس الطريقه ونفس الاسلوب لباتمان طبيعي، ولكن في اكتوبر ايه اللي حصل؟ شفنا باتمان، شخص لابس شخصيه باتمان وركب عربيه حلوه جدا، موجود في شوارع اكتوبر. هو شخص بيحب الشخصيات القرطانيه، جات له الفكره انه يظهر في الشوارع هو لابس باتمان، ولكن طبعا ما كانش متوقع ان يتم تصويره والفيديو يعمل صدى واسع على السوشيال ميديا بالطريقه دي. احنا معانا بقى الاستاذ باسم رؤوف صاحب شخصيه باتمان وصاحب الفكره. يا استاذ باسم صباح الورد. يا صباح النور، اهلا اهلا. سيبك انت، انا عجباني العربيه. ايه بقى العربيه دي الاول، وبعدين هنخش في الشخصيه عشان انا بحب العربيات. طب يعني يبقى بقى تشرفني بقى وتيجي اخدك لفه. حبيبي ربنا يخليك يا رب، ربنا يحفظها لك يا رب ان شاء الله. الله يخليك. الفكره جات لك ازاي او ايه الموضوع؟ والله هي الفكره جات لي وانا اصلا ده يعني شغال في بيزنس العربيات عموما والحاجات دي. تمام. بحب الحاجات يعني بستورد الحاجات اللي هي المختلفه، الحاجات اللي مش موجوده. وبعمل كن يعني بعمل كوليكت برضو، كار كوليكتور. انا كنت يعني دايما من زمان انا بحب الحاجات اللي هي بتاعت السوبر هيرو كارز والحاجات دي، وطبعا تمام. باتمان بالاخص. فجبت العربيه دي وبدات يعني مثلا بقى لها حوالي سنه اشتغلت عليها بحيث ان انا اقدر اعمل لها كاستمايزيشن لانها تكون باتمان، سواء بقى من جوه الاوبشنز اللي الستيكرز اللي بره اللي احنا شايفينها، يعني اهلتها ان تبقى عربيه باتمان فعلا. واضح ان استاذ باسم في حاجه في الاتصال، هنحاول نرجع له مره تانية، ولكن واضح ان هو محضر للفكره. يعني هو ممكن يكون المفاجاه في انه اتصور، ولكن وطبعا الضجه اللي حصلت على السوشيال ميديا نتيجه الفيديو اما انتشر. رجع لنا استاذ باسم تاني، كنا واصلين لتجهيزك للعربيه والستيكرز المختلفه والحاجات اللي تجهزها انها تبقى عربيه الباتمان. تمام. سواء بقى كان من الشاشات اللي جوه اللي بتجيب لي معلومات عن الطريق، الكاميرات اللي بتصور كل حاجه جواها وبتجيب كل حاجه، والباتمان سوت والحاجات دي كلها. فخلاص يعني انا في يوم وليله نمت صحيت لقيت نفسي باتمان الشيخ زايد. طب بمناسبه حاجة يعني بتفهم في العربيات او ده الكارير بتاعك، هي دي تسمى عربيه؟ اللي انا بتفرج عليها وانا معاك دلوقتي اعتقد دي مش عربيه بالمسمى الطبيعي بتاعها. لا، هي مش عربية بالمسمى الطبيعي بتاعها طبعا. هي يعني هي 3 عجلات، هي الدفع بتاعها خلفي على الفردة اللي ورا. تمام. هي 2400 سي سي اللي هي الستوك. هي بتنزل دي هورس باور قد ايه دي؟ ما هي بتنزل من الشركة 2400 سي سي 185 هورس باور، لكن دي 2400 تربو دي حوالي 270 هورس باور. اوف ده كتير قوي. ما شاء الله. الله يخليك. طيب انت اما نزلت بقى تتصور كنت متوقع الضجه اللي تحصل دي من الفيديو وبعد انتشاره على السوشيال ميديا؟ والله لا، يعني انا ما كنتش متوقع. بس هو طبعا الموضوع يعني لطيف جدا وموضوع حلو. انا يعني طبعا. احنا يعني في الشارع خلاص انا بقيت انا والناس بقى كلنا اخوات واحباب. طب باتمان الشيخ زايد دي انت ممكن تستغلها ازاي؟ لان انا عارف برضو جواك حب مساعدة الناس وحب الخير، ممكن توظف بقى الشهرة اللي حصلت لباتمان الشيخ زايد دي ازاي؟ والله وانا مبدئيا انا في انتظار، يعني انا في انتظار كل مستشفيات او مثلا ملاجئ اطفال او اي حاجة ان انا اقدر اروح ازورهم. ويعني هم اكيد الاطفال هيحبوا الشخصية وهيكونوا طبعا حابين ان هم يتصوروا مع الشخصية وحابين ان هم يتصوروا مع العربية. فانا في انتظار ان انا ان شاء الله حد يكلمني ونروح يعني ونساعد الاطفال بالشكل دوت. واكيد يعني هو مش انا بس، هو المفروض ده يعني ده واجب على كل حد، على كل فرد في البلد ان هو يعني يساعد اي حد بالطريقه اللي هو يقدر يعملها. كل الشكر استاذ باسم رؤوف، فكره حلوه بشكره وبحييه عليها. كيفيه استغلال بقى الفكره دي بعد انتشارها على السوشيال ميديا؟ هو خلاص انا باتمان، خلاص
للشيخ زايد، هو راجل صاحب الفكره وصارف على الفكره، ازاي توظيفها بقى؟ فعلا فكره حلوه جدا، اطفالنا كلهم بيحبوا الشخصيه الكرتونيه دي، وكيفيه بقى انه ازاي يقدر يزورهم، يرفع من روحهم المعنويه ازاي، ممكن يستغل العربيه دي ازاي في نقل وتوصيل مثلا اولادنا لا قدر الله لو حد فيهم تعبان، حتى على الاقل على النطاق الجغرافي بتاع الشيخ زايد. فعشان كده حبينا يكون موجود معانا نقدر نوصل ونوظف باسم ازاي الفتره اللي جايه.